بسم الله والحمد لله، نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. ومن يعتقد بالتقمص بأن الروح تنزل في جسد جديد، وهو راجع إلى احتمالين اثنين دون أن نحتسب الذين يرجعونها. أولا، تقول بعض الهويات المعزولة أنها تستطيع الإمساك بالروح عند موت الإنسان بأجهزة كهربائية متطورة، لأن الروح كهرباء الجسد. قالوا ثم يزرعونها في جسد مولود جديد وهو في بطن أمه فتدب فيه الروح. هم يمسكون بشبح القرين وليس بالروح التي هي من روح الله تعالى. والقرين الشبح الموكل بالإنسان طول حياته، يعرف كل ذكريات الإنسان لأنه لازمه طول حياته من الولادة إلى الموت. وهم يلبسون القرين لطفل جديد، وقد يذكر هذا القرين الطفل بأنه كان طبيبا في حياة سابقة أو أحد أصحاب الأنبياء وغير ذلك، فيظن أنها الروح تقمصت جسدا جديد، والله أعلم. ثانيا، وقد تكون المادة الأولية التي خلق منها المخلوق، مثلا التراب بالنسبة للإنسان البشري الذي هو نفسه دائما لا يتغير، التراب الذي كان جرادة يوما ما ثم ماتت الجرادة وتفتت جسدها وعاد التراب من جديد، ثم حصانا ثم ماتت الحصان وتفتت وكان ترابا من جديد، ثم طائرا ثم مات الطائر وتحول ترابا من جديد، ومن هذا التراب كان هذا الإنسان هذه المرة. فذرات الرمال والتراب نفسها لا تتغير منذ أن خلق الله تعالى الأرض. حجم المادة هو نفسه، سواء كان في حالة غازية أو مميعة أو صلبة، هي هذا مجرد رأي للبعض، والله أعلم. وقد يقوم طبيب نفساني بتنويم مغناطيسي لأحد زبائنه فيخبره هذا الأخير بأنه يوما ما كان طائرا أو شجرة أو حتى امرأة إن كان رجلا في حياة سابقة، وهذا لأن المادة تسجل ذكريات قديمة، حتى أنه يقال أن الجدران تسجل أصوات قديمة، وكذا القرص المضغوط وغيره من الشرائح الإلكترونية المصنوعة أصلا من ذرات الرمال لفيبر أوبتيك. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فصل: أشكال الحياة. الحياة من حولنا والتأثيرات التي تنتج عنها. أولا، المصدر الحياة. المصدر الأول هي الطاقة التي خلقها الله تعالى في الكون عند الانفجار الكبير، وهذه الطاقة الواعية أي القلم بدورها أوجدت طاقات أخرى واعية خلاقة، وهكذا حتى ظهرت النفس المخيرة بين الخير والشر الحرة التي بفضل الله تعالى تعي حولها، ومنها بالطبع النفس الإنسية، ومن قبلها النفس الجنية، ومن قبلها الدنية والحنية والبنية، والله أعلم. قال الله تعالى: وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، مثلا البشر سكان الأرض. قال الله تعالى: منها خلقناكم، أي من ترابها الأرض غية. فالبشر في الأصل يحملون السكينة والعقلانية في جيناتهم التي ورثوها منها الأم الأرض غية غايا، والله أعلم. والهنود الحمر يسمونها الأرض الأم قشقارة أو كشكاغا غايا. كل مخلوق وصل إلى مستوى التكليف مثل الإنسان له خصائص ورثها من الأصل الذي خلق منه أول مرة. بالنسبة للإنسان التراب، ومنه حديث رسول الله: عندما أراد الله أن يخلق آدم أولا أمر الملائكة فجاءته بأربعة أنواع من التراب من الأرض، قيل هو الأبيض والأسود والأحمر وهكذا، الله أعلم، أو كما يقول الحديث. يقال هذا هو سبب اختلاف ألواننا وأشكالنا، وليس السبب الوحيد، فهناك والله أعلم التهجين مع المخلوقات الأخرى السابقة لخلق آدم، والله أعلم. وبعد انقضاء أجل الإنسان يعود إلى الأرض الأم والتراب كما كان. قال الله تعالى: منها خلقناكم ومنها نخرج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح، فصل في الشيزوفرينيا وخروج النفس من الجسد، والتجربة التي قام بها الباحث السويدي الذي استطاع إثبات وتوثيق تجربته، والذي استنتج أنها نوع من الصرع وتأثر خلايا الجي بي اس في المخ التي تحدد مكان وحدود الجسد، وهي تابعة لحاسة اللمس وعدم الإحساس بالألم وعدم التذكر لما يتعرض له الجسد من شاج وكسور، بسبب أن النفس لم تكن في جسدها، وتألم النفس التي تحتل مثلا الجسد آخر. وأثبت أن الجن تتألم في مكان صاحب الجسد إذا تم ضربه وحرقه، وأن هذه حقيقة ولله في خلقه شؤون، والله أعلم. قوله الشيزوفرينيا الاصطناعية والصرع البؤري، توصل إليه عالم قلنا سويدي بوضع حوالي 20 كاميرا، ومنها كاميرات على شخص آخر نحو عينيه، فأين ينظر الآخر تتجه الكاميرات فيرى نفس الأشياء التي يراها التي الإنسان الذي على رأسه كاميرات، ولا يرى غير ذلك. فلما لمس يد الآخر الذي عليه كاميرات ظن أنه لمست يده، ولما ضرب شعر حتى بالألم وظن أنه هو المضروب، وهو بسبب خروج النفس اصطناعيا من جسد الذي كان يرى بعيني الآخر، والله أعلم بالتجربة. فصل: كيف يفرق الإنسان بين الأحلام والأسفار النجمية وخروج النفس؟ الله يتوفى النفس في منامها بحاسة السمع عادة، فإذا كان في عالم من العوالم ويسمع كلام أمه فيرجع إلى جسده دون الاستيقاظ، ثم يرجع ثانيا ليعيش أحداث في العالم الموازي، ثم يعود إلى جسده مثلا إذا أحد الجيران صرخ، ثم يعود إلى ذلك العالم النجمي وهكذا. فلو كان حلما فعند كل عارض ينتقل إلى حلم آخر ويخرج عن الموضوع الأول، والله أعلم. والدليل على هذه الأسفار هو التروماتيزم الذي يصاحب الإنسان عند الاستيقاظ، والأعراض الخطيرة التي يتعرض لها من انخفاض وارتفاع في السكري وأعراض القلب أمراض القلب، وقد يصل إلى حتى الجنون والضغط الدموي. فالكوابيس هي أمور عاشتها النفس، وقد تكون أسفار وأمور مريعة عاشتها النفس. وكذلك بالنسبة للأمور الجميلة في الأحلام، حتى أن الإنسان يجد لذة الطعام ما زالت في فمه، فهو أكل وشرب بجسده الغير المادي، وهذا ليس حلما. وقد تعتبر هذه الأسفار كما وقد تعبر هذه الأسفار كما تعبر الأحلام، لأنها تتعلق بالماضي أو بمستقبل الشخص أو بمزاجه الذي يصل تأثيره إلى كل الأكوان الأخرى، والله أعلم. فصل: الإنسان وهو نائم يرى ويأكل ويمشي، مع أنه جسده ملقى على فراشه، فبأي جسد أكل ومشى سبحان الله ولله في خلقه شؤون. فصل في الصوم عن الكلام والنظر والطعام في كهف مظلم، حتى الوصول إلى ما يسمى بالنيرفانا، وهو خروج النفس من الجسد وسفرها في الزمان والمكان إلى الماضي والمستقبل والسماوات والأبعاد والكواكب وغيرها، ثم الرجوع إلى الجسد مرة أخرى. وهذا موجود عند الهندوس والرهبان البوذيين في التبت، وكذلك طوائف المالاوية من تايلاند وغيره، حتى اليابان وإندونيسيا. وقد تحدث عنه ابن خلدون ووصفه بالسحر والخزعبلات، والله أعلم. ويسمونه التأمل والتركيز للعالم الكوني، في العالم الكوني، أو كما يقولون، والله أعلم.